بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم بالفن، والبداية مع الفنانة لطيفة رأفت وعقب خروجها في فيديو للاحتجاج على لائحة الفنانين المستفيدين من دعم وزارة الثقافة لهذا العام، وعلى إقصاء وتهميش عدد من الفنانين والموسيقيين الذين باتوا يعيشون أوضاعا صعبة جراء جائحة كورونا. خرجت إحدى الصفحات الجديدة على موقع فيسبوك واتهمت لطيفة رأفت بالمتاجرة بمآسي الفنانين من أجل خلق الباز. صاحب الحساب الفيسبوكي دعم الأغنية المغربية قال إنه لن يبوح بمصدر معلوماته. الحساب استهل تدوينته الموجهة إلى لطيفة بالقول: خرجتك الأخيرة لأجل نصرتنا كلها كاذبة، أتعرفين لماذا؟ قلت أنك تقومين بإنتاج أغانيك من مالك الخاص. خالتي لطيفة: هذا كاذب وافتراء على الجمهور، كم من قطعة قمنا بعزفها ولم نتقاضى ولو سنتيما واحدا. كما أكد الحساب أن لطيفة ليست في حاجة لأموال دعم الأغنية المغربية، لأن الملك الحسن الثاني منحها مأدونيات نقل. وطلب الحساب من لطيفة أن تمنح حقوق الناس الذين يشتغلون معها عوض الخروج في تصريحات من أجل الباز. الحساب هاجم لطيفة واتهمها بإعادة توزيع أغنية أجداني وعلى شمشيت من كلمات الراحل العربي الكوكبي وعدم منحها إياه فلسا واحدا. وختم صاحب الحساب الفيسبوكي المجهول كلامه بالتأكيد على أنه: لو كان فيك الخير سيدتي لقمت بالبكاء على من قدمك إلى الساحة الفنية أول مرة، إنه الراحل أحمد كورتي الذي مات فقيرا وأنت من الأغنياء. ولمعرفة صحة معلومات التدوينة تواصلنا مع لطيفة رأفت ولكنها لم ترد. لطيفة رأفت رغم كل هذه الانتقادات الأخيرة تبقى واحدة من النجمات المغربيات اللواتي أضفن لمستهن الخاصة للأغنية المغربية الأصيلة. وأغنية كيباسا للبنجواغيت الحمامصي التي لا زالت في الترند في المغرب على يوتيوب واجهت بعض الانتقادات بخصوص الكليب الذي اعتبره البعض مشابه لحد كبير لكليب ريانا مع ديتشي كاليد. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. فور نزول أغنيات كيباسا التي تجاوزت لحدود الساعة المليون مشاهدة، تعليقات كثيرة قارنت مشاهد الكليب مع كليب أغنية ريانا مع دي جي كاليد وايلد تافت. فإذا شاهدنا الكليبين سنجد أن هناك تشابه واضح من ناحية أجواء الكليب، ألوانه وحتى السيارة التي تظهر في بداية الكليب. أما غيتا الحمامصي فاعتمدت نفس لوك ريانا وظهرت بنفس الفستان. أما طريقة التصوير فهي متشابهة لدرجة كبيرة. الكليب يبدو إنتاج كبير، ما دفع الناس إلى التساؤل حول عدم الاستثمار في أفكار جديدة بدل سرقة كليب أغنية جد مشهورة عالمياً. وهذه ليست أول مرة يتعرض فيها البنج للانتقاد بسبب طريقة رقصه في الكليبات وغنائه الذي شبهه البعض بغناء الأناشيد وبعيد كل البعد عن الراب. البنج تعرض لموجة كبيرة من التنمر في وقت سابق، وخاصة من زملائه الرابرز وأبرزهم الجراندي توتو. وفي حوار حصري معه أكد لنا أن العلاقة بينهما أصبحت جيدة وهذا هو السبب. كيف ديالي مع البنج سي صافي سالا سي سي بيريود اللي حكنا فيها بجوج انا بو دي باسي ليميت بين المواس كذا العيبه الله يرحم مواتنا بجوج مي دابا زعما سي اميكال مره كنون سبار سو انستغرام كاع انا كنكون جالس كنفكر في شي لعيبه كتبقى ميساج ولا وي مونفا ميساج اون تخيك. اما بالنسبه لعلاقته مع حليوه بونس كو مورا ريكونسيلاسيون مع حليوه بونس كو سي ايفيدون بونس يقدر يكون غالبا غيكون شي تراك pourquoi pas deux واحد عندي واحد عنده parce que mis à part la musique عاوتاني داك الدراري اللي كان زعما انا وياه كنتعرفوا فريمون شحال هادي اي جو كو سي دوماج كو باقا ما خرجت شي حاجه ديري انا وياه vu que déjà je pense que tu m'as اول apparition ديالو في الراب المغربي اللي هي داك الشقاده كنت انا ديجا معاه دونك شكون فريمون بحال قلتي حضرنا لبعضياتنا كونت ما كونسو لعيبات سي دوماج ما درتي شي حاجه حتى الان مي غاتكون ضروري. ريميكس لاف نوانتيتي وأغنية هالالا لاقت نجاح كبير، وهذا ما قاله لنا توتو عن أعماله القادمة. بالنسبه للديسك اللي خرج سبونس بلي دان موا دابا باش خرج ريميكس مع سي كاي ديال لاف نوانتيتي خرج واحد لو سون سميتو هالالا دونك لي سورتي بروشين اللي كاينين باسكو جو بوغي با بارلي دو لالبوم دابا باسكو جو بريبار اون بون استراتيجي حتى من بعد غنعرف شنو هو البلان ديال لالبوم مي بروشينمون كاين واحد الكليب مع انكونو كاين فيتشرينغ مع ديركا
كاين تراك مع انيس كاين بزاف ديال لي بروجي لا غادي يجيو. وبخصوص تسريب اغنيه لافيدا لافيدا تسربات فونسي هكا 4-5 جو غير مع باش عندي كاع الزهن هضره على التسريبات. اخر مره تسرب ليا على درت واحد اللايف اللي با ترو فيير دو سلايف مون باراليل كان خصها تخرج ديك الهضره مي فوالا لافيدا سانسون هو سميتو هومي على باز مسميتوش لافيدا سانسون كي جي ترافايي سي جو مي سوفيان بيان فيفريي مارس 2018 كنت خدمتو مع دراغا كان نورمالمون غيكون في الالبوم ابخي حيدنا من الالبوم باسكو جاو دوطخ سون دون ميم تايب ابخي. السلام عليكم لافامي الكراندي طوطو بينجي سيري بلوك فو مغوتخوفي سوغ بالفن على تيلي مراك. الكراندي طوطو من الرابرز الجدد اللي استطاعوا يحتلوا مكانة مميزة في الوسط الفني خصوصا في الفترة الأخيرة. والآن كملوا أخبارنا في كويك نيوز. توفي مساء يوم الاثنين الفنان والمغني حسن باتما وعرف الراحل بولعه بالغناء والعزف على الآلات المتعددة وكذلك كل الآلات التي تميز الفن الغيواني نسبة إلى مجموعة ناس الغيوان التي كان نجمها شقيقه الراحل الأسطورة العربي باتما. هاجم عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفنان الإماراتي حسين الجسمي بعد أن أهدى لحنا من ألحانه إلى فرقة غنائية إسرائيلية بعد تطبيع العلاقات بين أبو ظبي وتل أبيب، فيما دعا عدد من الناشطين في مقاطعة الفنان. واستخدمت فرقة النور الإسرائيلية لحن أغنية أحبك الشهيرة للجسمي وأعادت توزين لحنها. أنا أحبك. انتشرت الكثير من الشائعات مؤخرا حول طلاق الممثلة السورية ديما بياعة طليقة تيم حسن وأم أولاده من زوجها رجل أعمال المغربي أحمد الحلو. وزادت الشكوك بعد أن قامت ديما بحذف كل الصور التي تجمعها بزوجها. ضجت السوشيال ميديا بخبر طلاق الفنانة والممثلة السورية ديما بياعة من زوجها المغربي أحمد الحلو، وجاء ذلك الخبر بعد تعليق مسيء لها على صورة نشرها زوجها قالت فيها تفو. كما نشرت أغنية بعنوان الفراق مما جعل خبر الانفصال أكيد. كما حذفت ديما صور لها برفقة أحمد الحلو عبر إنستغرام وقام بعدم متابعة بعضهم البعض على إنستغرام. وأغلقت بياعة خاصية التعليقات ونشرت بياعة توضيحا عبر خاصية ستوري ترد فيها على هذا التعليق الشنيع حيث قالت لا صحة لما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول تعليق على صورة أحمد الحلو بتعليق مسيء. وأما عن أغنية فراق فقالت ديما أيضاً بالنسبة للأغنية فهي كانت على الستوري قبل التعليق بكثير وهي ترند حالياً. وبالنسبة للبهارات اللي عم تنزل ألا يوفقكم لا تأخذ بأي شيء إلا إذا كان مني أو من أحمد شخصياً وجب التوضيح شكراً. أما الفنانة المصرية ياسمين صبري فخرجت عن صمتها إزاء تسببها في واقعة طلاق امرأة من زوجها من خلال دعوة خلع أقامتها المرأة، وذلك بسبب إسراء زوجها على تحويلها إلى نسخة من ياسمين عبر إجراء عمليات تجميل. وقالت ياسمين صبري في تصريحات تلفزية إنها عندما قرأت خبر دعوة الخلع استشعرت أن هذه القضية تمسها بشكل شخصي، وصفة المرأة التي تدعى نرمين بأنها قوية كونها وقفت ضد طلب زوجها وأثر على الطلاق. ست دي قوية جدا. ينتظر كل من جمهور النجمين كريم عبد العزيز ودينا الشربيني طرح فيلمهما الجديد البعض لا يذهب للمأذون مرتين بعد تأجيل عرضه بسبب إغلاق دول العرض للوقاية من انتشار فيروس كورونا. أما في تركيا يواجه بطل مسلسل وادي الذئاب النجم التركي نجاتي شاسماج الشهير باسم مراد عالمدار تهديدا بالسجن مدة أقصاها 12 عاما، وذلك على خلفية قرصنته لهاتف زوجته المحمول. وبحسب ما ذكرت بعض التقارير التركية فإن النجم التركي تمكن من الوصول لأدلة في التطبيق تثبت خيانة زوجته له. ومسلسل في السراء والضراء التركي قررت شركة إنتاجه إنهاء عرضه عقب الحلقة السادسة بسبب قلة نسبة المشاهدة في تركيا. وعلى صعيد آخر تصدر مسلسل أنت أطرق بيبي وابنة السفير نسب المشاهدة في تركيا بشكل أسبوعي. والآن انتقلوا البوكس أوفيس. قررت الشركة المنتجة للجزء الجديد من سلسلة جيمس بوند نو تايم تو داي حيث كان من المقرر طرحه في نوفمبر المقبل لكن تم التأجيل لجوج أبريل 2021. وتظهر أحدث أفلام جيمس بوند عودة دانيال كريج في الدور الأيقوني لجيمس بوند المعروف أيضا باسم 007 مع رامي مالك باعتباره الشرير الموجود بالعمل. جيمس بوند
بعد إعلان نجوم الفيلم عن ختام تصويره رسمياً، أصبح فيلم بيل باتم للنجم أكشاي كومار هو أول فيلم هندي يبدأ وينتهي تصويره رسمياً خلال فترة الحجر الصحي. ووفقاً لموقع إنديا توداي، فإن الفيلم كان قد دخل في مرحلة التصوير خلال فترة الحجر الصحي التي فرضت بجميع أنحاء الهند. ورغم ذلك كانت هناك مشاهد تم تصويرها بدول أخرى، إذ كانت المشاهد الأخيرة التي تم تصويره واختتم به التصوير بدولة اسكتلندا. ونبقى مع أكشاي كومار الذي قام بإنزال مقطع فيديو على حسابه في تويتر يقول فيه إن تعاطي المخدرات يشكل عائق كبير في صناعة السينما، وقال إن بعد موت سوشانت راجبوت المفاجئ قضايا كثيرة خرجت للعلن كالمخدرات. هم صرف ايك اندستري نهي ها. تصريح أكشاي جاء بعد أن دشن الجمهور هاشتاك ضد العديد من نجوم بوليوود كشاروخان سلمان خان بعد ظهور عدد من الفيديوهات القديمة لهم يقللون فيها من النجم الراحل، وهو ما اعتبره الجمهور تسبب في دخوله في مرحلة اكتئاب أدت إلى انتحاره. وتبقى هذه القضية مبهمة المصير لحد الآن، خاصة بعد استبعاد القتل وتأكيد انتحار سوشانت، لأن الطب الشرعي أكد عن عدم وجود أي إصابات في الجسد إلا علامة الشنق، ولم يكن هناك أي علامات تدل على حدوث شجار. وكما تم الإفراج عن رياض شاكابورتي بكفالة من قبل محكمة مومباي العليا، وذلك في قضية المخدرات المرتبطة بقتل سوشانت. والتي تواجه انتقادات في العالم بأكمله هي ريانا، بعد أن أثار عرض أزيائها الأخير سيء العديد من المسلمين عبر العالم، وتسبب في صدمة على السوشيال ميديا لاستخدامه أغنية تضمنت أحاديث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بصوت العفاسي. ريانا حرصت إثر ذلك على تقديم الاعتذار لمتابعيها من المسلمين، إذ قالت في منشور عبر حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعية: أود أن أعبر عن اعتذاري العميق لهذا الخطأ غير المقصود والنابع عن إهمال. نتفهم أننا قمنا بإلحاق الأذى لإخواننا وأخواتنا المسلمات، وأنا متضايقة للغاية بشأن هذا. وفي كوريا الجنوبية، ردا على الهجوم الذي تم توجيهه لكليب لوفزيك جيرلز لبلاك بينك بسبب ظهور جيني في زي ممرضة، أصدرت شركة التسجيلات الكورية يجي انترتينمنت بيانا رسميا للرد على ما تردد، وقالت إنه سيتم تحرير وتعديل الفيديو الموسيقي الجديد لحذف واستبدال المشاهد التي تحتوي على زي الممرضات بعد الجدل الذي أثاره الفيديو والانتقادات الموجهة إليه أنه ألصق الطابع الجنسي بتلك المهنة. مع ذلك فرقة بلاك بينك مستمرة في تحطيم الأرقام بألبومهن الجديد ألبوم، حيث تمكنت الفرقة من بيع 590 ألف نسخة من ألبومها الجديد ألبوم في يوم واحد فقط من إصداره بتاريخ 6 من أكتوبر. والآن ننتقل إلى الإصدارات. ليبا ليفيتيتي سول كينغ تيشي ستورمي دراغانوف أوتيتي ستورمي من الفنانين الشباب اللي عندهم ستايل خاص. ولمعرفة تفاصيل أكثر حول أغنية أوتيتي تواصلنا مع ستورمي، وهذا ما قاله لنا في حوار حصري على بالفن. يو معكم ستورمي، جيسبر كوز علي بيان دو ما با صافا الحمد لله. اليوم بغينا نهضروا على لو بروجي أوتيتي اللي خرج في هاد لابيريود الأخرى. هاد لو بروجي هذا تخدم تقريبا في الكونفينمون، وصلت لنا برود من عند في بي. جربنا دي توب لاين، جربنا دي ميلودي، حاولت نكمل لا بارتي ديالي. بري فكرنا شكون لارتيست اللي غيجي كثر، كان لو شو على دراغانوف، و جو بونس شو مزيان. دراغانوف ارتيست كبير والحمد لله بان نيفو ديالو في التراك. بري هضرت مع علاء الدين الرايس رياليزاتور، هضرنا باش نخدمو كليب، كولابورينا مع زواد نور الدين اللي دار لينا لا ديريكسيون ارتيستيك، حطينا لي زيدي، حاولنا نتقاتلوا على داكشي باسكو كان صعيب شويه. البروجي تلا الحمد لله عجب الناس بزاف، عجبهم سوا التراك سوا الكليب. نتمنى لستورمي المزيد من التوفيق في مسيرته الفنيه، واختارينا نختموا حلقه اليوم باغنيه افريكان اللي لاقت نجاح كبير هذه السنه. الى اللقاء.